فلسف كان لعب كوره، انه مرات انا افوز بس فزت كذا ما تقنعني، بس اني انا فزت. مرات انت تشعر حتى لو اني تعادلت او انهزمت تقول في عمل المدرب، واضح في شغل المدرب. اليوم لين دقيقه 35 او 40 الشوط الاول شعرت ان في تنظيم فعلا حقيقي للعروبه، بعكس الفريق الرائد تشعر فيه انه فريق تايه غير منظم شتات. مره قبل سنتين ايام الله يمسيه بالخير الاستاذ فهد مطوع كان الرائد في اعلى مرحله، العام والسنه هذه ما ادري ايش اللي حاصل. يعني الرائد يجب، يعني شوف اتكلم مو عن الهزيمه يعني كان بامكاني، جت فهد الجهني هجمه اضاعها الشوط الاول، ايضا الكسار كان يتحمل الهدف الثاني، لكن بامانه تشعر ان الفريق غير منظم، هذا اللي يخيف. يعني زي ما قلت لك انا ممكن انهزم بس اراهن عليك انك في المباراه القادمه تفوز بما انك انت تقدم. الرائد لا يقدم مستوى ابدا، العروبه كان مقنع بشكل كبير هذا المساء وكان بامكانه يفوز باكثر وضع فرص ممكن كان يتعادل في الاخير. لكن مبروك موسى، اول شيء انت كنت نجم هذا المساء، مبروك المدرب، مبروك الإدارة جدا. يعني يعني حيكون من افضل من خمسة او افضل ثلاث اهداف في الدوري، الا اذا شفنا والدوري يبشر بالخير انه ممكن نشوف اهداف افضل. مبروك الرائد، هذا لك، يستحق بامانه فوز العروبه. عبد العزيز، فهد تكلم عن نقطه اداره منذ رحيل فهد المطوع، ايش اللي اختلف؟ انا خليني اطلع من هذا، انا بتكلم لك عن موضوع معين. احنا طبعا لازلنا في الجوله الثالثه، الحكم مبكر على كل الفرق، ولكن واضح ان نادي العروبه مركز. انت عارف ان بدايه الموسم دائما تكون الفرق مستواها البدني خصوصا التجانس تكون ضعيفه، واضح ان العروبه جالس يضرب من بدري، يبغى يجمع نقاط من بدري، على اساس لو انه اذا استمر الدوري راح الفرق كلها تقوى، في الدور الثاني راح تختلف الفرق كلها. لذلك العروبه واضح ان لها هدف، يعني واضح ان تركيزه في البدايه خاصه المباريات اللي تقام على ارضه. احسنت، ونفسه وجالس يفوز، لذلك هو جالس يجمع نقط من الان في مرحله مهمه له جدا، بعدين في الدور الثاني راح تصعب المباريات عليه. واذا انت مدحت العروبه الان، احنا قاعدين نتكلم على قطعه، يعني على مباراه واحده، زي مثلا ما تكلمنا عن النصر على مباراه الخليج وقلنا ان فيه وما فيه، بالتاكيد ان احنا ما نمحق عمل المدرب في مباراه نجران ولا في مباراه الرائد اللي ابدع فيها. طيب، ولكن احنا نتكلم عن مباراه واحده. لذلك انا دائما اقول ودائما انتقدهم اللي هم نقاد مع من غلب، يعني تلقى الناقد الرياضي يمدح اللي يفوز فقط، تلاقي الفريق الثاني مقدم مستوى كويس ولكنه ما توفق، يعني في شغل مدرب ولكن ما توفق. نادي الرائد طبعا اكيد انه يعني ثلاث مباريات وثلاث هزائم، يعني كنت اتوقع انا في السابق مثلا مع النصر ممكن انه يعني فريق قوي جدا، ولكن مع العروبه خبره الرائد سواء الاداريه او الفنيه او خبره الاداره الشابه، لا انا حتى اللاعبين الموجودين داخل نادي الرائد، انا ما اتكلم اداره برا جهز الفريق الان يلعب اللاعبين، لما تجي للاعبين تلاقي برضه يعني مو مجموعه، لما تتكلم عن الطير تتكلم عن ريان تتكلم في مجموعه خبيره. لذلك انا كنت ابغى اوصل للنقطه اللي حابه فهد، هو التغيير الاداري، التغيير الإداري والمنهجيه، شوف ساعدت التعاون وممكن اضرت بالرائد. دائما انا دائما اقول في ثلاث عناصر استقرار دائما فيها، سواء عناصر او فني او اداري، ولكني انا احملها في ثلاث مباريات وابدا هجوم على جهه معينه، لا واضح اللي واضح الان ان العروبه استعدادها اكثر من رائع للموسم هذا، تركيز لاعبينه اكثر من رائع، صفقته الجميله برضو في 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 مساعد ندى، مساعد ندى مثلا من اللاعبين اللي ممكن يخلص لك مباريات في فاول في كره طويله، لذلك يعني جاء وجابه بمبلغ، يعني باع لاعب الخيبري وجاب لاعب مفيد عنده وكابتن منتخب وجالس ينظم الدفاع العروبه. لذلك فعلا العروبه الان يعني انا اقول لك من افضل الفرق اللي في الوسط، ما حين لست نقاط اللي قاعد صار الحين ترتيبها السادس تقريبا، اللي فعلا مركزين لاعبينه، مدرب مركز ما يحاول يضيع اي نقطه ممكن هو تضرر في البدايه في تقديم الجوله اللي تكلموا عنها الهلال. اللي تكلموا عنها كان ولكن بقيه الفرق اللي تساوي في المستوى، يعني انا مو ثلاث نقاط، هذه ست نقاط بالنسبه له، فاز اعتقد على الفيصلي، فاز على التعاون او التعاون بعدين خسر بعدين فاز على برضو على الحين الرائد، كلها فرق ممكن تسبب له مشكله في نهايه الموسم لانه هو يبحث عن عدم الهبوط. واضح انه فعلا يعني انا من ناحيتي اتمنى فرق عروبه يبقى، لانه هو بدا بهزيمه امام الهلال ثم فاز على التعاون والرائد. ايوه، والعروبه انا يمكن من الفرق اللي احبها، لان انا اتمنى حتى فرق المملكه كلها نتفرج على جميع مواهب المملكه في جميع المناطق، والعروبه فعلا خير ممثل للمنطقه اللي هو فيها. تسمح لي بس، عجبتني نقاد نعم الغلب، يعني عجبتني.
الكلام مثلا احنا في المساء هذا نكون معك انت بتتكلم عن مباراه هذا المساء النصر، لكن لما قال لي العروبه قلت المؤشرات يعني في مؤشرات لكن مو حكم نهائي. لما تكون في استوديو مثلا انا او اي زميل من الزملاء انت تتكلم عن المباراه اللي انت شفتها اليوم، ما نتكلم عن طول المباريات، لكن صحيح. لو وجه السؤال ان انت عطني في الثلاث مباريات الكلام حيكون مختلف، لكن المساء هذا اليوم النصر عانى، لكن نتكلم عن اللي قبل ما هو مو شغلنا احنا نتكلم. احنا نتكلم على عانى في عدم تسجيل. لا انا الحين كاني اتكلم ادافع عن لانه عن الزملاء. لا احنا لا اليوم لا. نتكلم عن عروبه هذا المساء مباراه اليوم ما لي في المباراتين السابقه. في فرق بين انك عانيت تسجل هدف او عانيت في انه يتسجل فيك هدف. ليش اقول لك كذا؟ لاني اقارن في مبارتين بس بدون ما اقولها. في مبارتين كنت سهل الوصول. لا بس فهد انت لو تشوف النقاد الحين في مستوى فني عجبتني بس نتكلم وانا اخوك في اللحظه في المباراه زي مثلا مباراه السوبر مثلا مباراه سوبر مع فريق الشباب. خلينا نرجع مباراه الشباب لحظه. انا وياك في استوديو تحليلي ويدير الحوار على مباراه الاهلي والهلال مثلا، ما نتكلم في المباراتين، نتكلم في المباراه اللي قدام الحاليه يعني. بس عشان انت كلمه نقاد مع من غلب لانه ما يقدر يطلع ان يتجاوز اصلا. هو كان يشير لنا عشان نسكت نوقف واحنا خلنا وقت. لا بضربك مثال في مباراه فهمت فكرتي. لا بقول لك في مباراه السوبر مثلا في مباراه الشباب والنصر نروح مباراه التعاون الافضل مستوى منهم فيها مباراه الشباب والنصر حق السوبر اللي انت هذا ضربات الترجيح الشباب الافضل مستوى الشباب. الشباب اجل مع من غلب انت. طيب التعاون نجران انتهت سلبيا، نشوف الملخص. نحن الآن ننتظر هذه الركلة بكل شوق وبكل انتظار، وربما أن نكون للمحبين دعوات صادقة. هنا الصافرة تأتي من السيد مرع العواجي، وهنا البداية لمصلحة الفريق الضيف الذي يلعب بالألوان البيضاء والخضراء، وهنا كرة لليسار تأتي لمصلحة الفريق النجراني. 30 نقطة. لماذا نقول أن 35 نقطة كانت ممتازة للتعاون؟ لكن بعد هذه الهجمة نكمل هذه اللعبة ممكن. الآن الحسين، الله الله على اللمسة الماضية يا جهاد، تسلل من بين الجميع وكاد أن يحرز هدفا أولا في مرمى شريفي، لكن شاء القدر أن تكون الكرة خارج. شوف الإعادة عزيزي المشاهد، شوف شوف عدى بطريقة ممتازة، حاول أن يضع الكرة ساقطة في المرمى، لكن الكرة لم الكيني ديفيد أوتشينغ هو مراقبة لصيقة في خط الظهر. هذه لعبة الآن التمويه، الكرة عالية ممكن جول. الله الله على اللمسة الماضية، الله على اللمسة الماضية، كانت ممتازة جدا ممتازة جدا، ولكن صافرة يبدو أنها أطلقها السيد مرع العواجي. شوف اللمسة الماضية، أوه كان هنالك خطأ. أيوه نعم نعم نعم. أفضل حصة ثانية نتأمل أن تكون أجمل وأروع بشكل آخر. هذه كرة متبادلة، الله على اللمسة الماضية، لكن ولا لمسة على المرمى صح. فور لمصلحة الفريق التعاوني، هذه لمسة ممتازة العالية، الله على اللمسة الماضية، كاد الهدف أن يأتي ولكن الكرة جاورت المرمى وغادرت إلى الخارج. شوف اللعبة الماضية، شوف المحاولة واللعبة الماضية. مباراة يتيمة وخالية من الأهداف. أسوأ شيء فهد إنك تتكلم عن نتيجة مباراة سلبية. ما فيها شيء ها؟ يعني يعني مملة في المشاهدة. بأمانة بقول أنا عني ما شفتها، لأني شفت مباراة النصر ومباراة التعاون والعروبة والرائد. بأمانة هذه كنت أتكلم في سنوات ماضية عن الدوري الإنجليزي كيف توزيعه يريح النقاد، يريح الجميع انه يتابع، لان مش معقول اجي الحين واتفلسف واقول لك انا شايف كل المباريات، ابدا مش معقول. شفت التوقيت حقه ودخلت على مباراه النصر بعد يمكن 6 دقائق او 7 دقائق. أي. شكرا للي وضع، يعني بامانه انا مبسوط حتى لو ما يكون عندي فرصه اني اكون موجود في الاعلام، بس موجود يعني للزملاء الاعلاميين الكتاب المحللين انك انت فعلا تقدر تشاهد الجميع، حتى الجمهور يقدر. ما في مباراه مثلا اذا بتلعب فريقين منافسين في وقت واحد هنا مشكلة، لكن توزيع هذا أنا أثني عليه جدا. بمعنى أنا ما شفت المباراة، بس بشكل عام يعني التعاون قاعد يعاني. أستغرب وين الفريق اللي السنة اللي فاتت كان يعني وصل للرابع، أول نقطة كسبها ترى إيه هزيمتين وتعادل، الأول مرة يعني يوصل للرابع، يعني يدخل في كان على الثالث والآن اختلف بشكل، رغم أنه كل الإمكانيات متاحة للمدرب اللي أعلم أنه يعني كل شيء مهيئ له.
ايش اللي حاصل ما ادري. وهذا مشكله اللاعب السعودي برضه، ما نحملها المدرب. لاعب سعودي سبحان الله تحس انه زي الاسهم، مره فوق مره تحت، ما انت عارف يعني. تلقاه يبدع اليوم يقدم مباراه وصوره زي فتح الجبال، وصوره كبيره المباراه الجايه تلقاه ما ودك تشوفه، مثل فتح الجبال مع الفتح. لا هذا موضوع ثاني، تبغاني ازعل الفتح ترى بتكلم. لا لا انا جبت انا من الناس اللي ما استوعب اللي حصل واللي زعلني، محترامي وتقديري، واللي زعلني من النقاد اللي كنت اسمعهم تطبيل لا يعني مش معقول. كنا نتكلم عن اشياء فنيه انه تحصل في كل 30 سنه او 20 سنه مره تحصل، وتكلمت عن الدوري الايطالي، احد الفرق الايطاليه خذت الدوري بعد موسمين هبطت يعني من الدرجه الممتازه، واللي معك يقول لك لا يا اخي عمل على عيني وراسي عمل، ولكن الاشياء الفنيه الواضحه كان في تدهور في الفريق الهلالي، في النصر، في الشباب، في الفرق الاخرى. انت بترجعني الحين نزعلهم، فازوا الف مبروك. اسيويه كنت ترجع اتحاد السعودي مع انه مو بشغله انه يتدخل لانقاذ هذا الفريق عشان لا يسوي طامه، يعني مشكله للكروس. طيب. خفت على مقعد لحظه هنا إيه؟ لا تفضل. خفت طيب. على مقعد انه يروح للسعوديه والله من الفتح اقسم بالله، يعني لانك انت لما تظهر بصوره قويه وفريق سعودي او فريقين يوصلون للمراحل المتقدمه طيب. ثم ياتي فريق البطل في السعوديه ويقول لك معقول هذا البطل الدوري السعودي اللي احنا نعطيه اربع مقاعد؟ قلت لك خفت على الاشكاليه. شيء مؤسف. انا ليس قاسي على الفتح، ولكن كنا يجب ان نتكلم بالمنطق. الحمد لله يعني نقول بطل تغير وجانا جديد بطل غير اللي احنا تعودنا، ولكن في ظروف كانت تساعد الفريق. يعني يلعب النصر والهلال يخدمون الفتح، يلعب الاهلي والاتحاد يخدمون الفتح، كانت ظروف. لكن مو اللي يطبل وانه كل اداره الشباب سيئه واداره الهلال سيئه واداره النصر سيئه والاتحاد والفتح اللي الله افضل. لا كان في ظروف في النهاية شعلت من الفتح كذلك. في النهاية الفتح صار بطل، ولكن طيب. كنت أقولها أنه كل 20 سنة تحصل، يعني بعد 20 سنة ممكن يطلع فريق زي الفتح ويأخذ البطولة طيب. ولكن البطولة هذه السنة بين الشباب والنصر والهلال والأهلي والاتحاد فقط، مو معقول يدخل فريق غيره. طيب فاصل وأعود للجزء الأخير من برنامج الملعب. أهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج الملعب مع ضيفي هذه الحلقة نجم الكرة السعودية السابق فهد الكلثم والإعلام الرياضي عبد العزيز السويد. تستكمل غدا لقاءات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل. نشاهد لقاءات الغد. الشعلة يستضيف الاتحاد في الخرج، وكلاسيكو الكرة السعودية قمة الجولة الثالثة الهلال يستضيف الأهلي. الزميل عبد الرحمن الناصر قرأ هذا الكلاسيكو بصوت مصعب السعيد. قمة الجولة الثالثة الكلاسيكو المرتقب، الهلال والأهلي غدا على درة الملاعب في استاد الملك فهد الدولي بالرياض. الزعيم المنتشي آسيويا بعد تغلبه على السد القطري وحصوله على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي قدم في الجولات الماضية مستويات كبيرة أسعدت جماهيره وجعلته يتزعم فرق دوري جميل بفارق الأهداف وبمعنويات مرتفعة وبطموح الزعماء، سيلعب مباراة الغد بشعار الفوز ولا غيره، باحثا عن الانفراد بالصدارة في حال تعثر منافسيه. زعيم آسيا يملك أسلحة عديدة وفتاكة للتغلب على الراقي، فلديه لاعبين مميزين
وهم كلمة السر في تألق الفريق الموسم الماضي. أمثال البرازيلي تياغو نيفيز الذي لديه مقدرة خاصة على ضرب دفاعات الخصم، والمبدع سلمان الفرج ويقف أمامهم المتصل دائما والحاضر في كل وقت ناصر الشمراني، وأيضا القناص ياسر القحطاني الذي أرسل دعوة لجماهير الزعيم عبر حسابه في تويتر قائلا: المباراة القادمة أمام الأهلي قوية ونحتاج الملعب فل زي ما عودتونا يا زعماء. الموج الأزرق يغرق اللي يضب هذا الهلال، الهلال وعشقه الكل. الموج الأزرق يغرق اللي يضب هذا الهلال. الطرف الآخر أهلي جدة استعد على قدم وساق للعودة بالنقاط الثلاثة لمصالحة جماهيره المجنونة بعد أن سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام نجران، مما جعله يتراجع نسبيا في ترتيب الدوري. الراقي هو الآخر يملك أسلحة لا تقل عن الهلال، فهداف الفريق عمر السومة بات يرعب مدافعين الخصوم، فقد مزق شباك هجر بهاتريك في الجولة الأولى. ومن المنتظر أن يجري المدير الفني السيد كريستيان كروس عدة تغييرات على تشكيلة الأهلي عن طريق الدفع بالكولومبي بالمينو والمهاجم الهولندي مصطفى الكبير منذ البداية. الهلال والاهلي انت عارف ظروفهم يعني مختلفه، الهلال جاي منتشي، الاهلي جاي من تعادل اشبه بالخساره. انا على اساس اتكلم لك عن احنا كيف عاطفيين. الاهلي قبلها كان فايز على هجر بسته والافراح والليل الملاح وان الفريق هذا لا يقهر، فجاه احبط الفريق امام نجران. اي نعم، على فكره الدوري هذا طويل، واذا احنا خلينا كجماهير اقل شيء، إذا أنا والله بفكر إنه والله يتعادل مع نجران معناها ما راح يقدم أو الدوري بالنسبة لي انتهى، فكذا راح تضغط على الفريق وما راح يصير عندك طموح. افترض إن الفريق إذا خسر إنك أو إنه إذا قدم مستوى ضعيف إنك توقف معه أكثر عشان تطلع مرة ثانية. يعني لذلك الهلال واضح السنة هذه إن معاه مدرب. إن معاه مدرب، والمدرب استطاع أن يسيطر على مجموعة اللاعبين الموجودة معه. ما في اي فوضى داخل الفريق. عبد العزيز ما كان مع مدرب يعني. لا انا اتكلم لك، لا انا بقول لك الامثله، لما اقول لك كان مع مدرب، اذا شفت الفريق ورايت الفوضى الفنيه داخل الفريق، ورايت مثلا سالم الدوسري او نواف العابد او المجموعه تقعد تركض في الملعب كانها يعني معلش على التشبيه، يعني خلينا نقول ما عندها اي هدف فني داخل الملعب يختلف. مثلا بقول لك مثلا النصر في كانيديا اختلف عن كاريوني كثير كوة طول ما تشوفها، معناها في مدرب عنده منهجية. أنا هذا اللي أتكلم عنه. لما تجي على الهلال تشوف أن اللاعبين لهم واجبات، والدليل على ذلك أن الفكر أو المنهج اللي قاعد يطبقه حتى تغير كثير لما لعب مع السد داخل في ملعب السد، كيف لعب بأربعة خمسة واحد، كيف الواجبات، كيف غير الفريق من لعب محور واحد إلى محورين، كيف واجبات سالم الدوسري. لذلك أنا من اللي كفته مهيئة للفوز. أنا أتكلم لك تاريخيا على أساس أروح للإحصائيات. تاريخيا الهلال، تاريخيا الهلال ونفسيا وكل شيء، إلا إذا صارت رجعة الأمير فهد بن خالد تكون دافع لاعبي النادي الأهلي، عرفت، والسومة يكون في يوم خصوصا. طيب. في الكرة الثابتة والركنيات. طيب أبرجع لك فهد على المباراة، بس نشوف إحصائيات لقاءات الهلال بالأهلي منذ عام 2008 منذ عودة الدوري إلى النقاط حتى عام 2014 التقوا في 14 لقاء. في مباراة الذهاب الهلال يتفوق على الأهلي بأربع لقاءات، الأهلي لم يكسب الهلال ذهابا. في الإياب ثلاث لقاءات مقابل لقاءين، الهلال فاز في سبع لقاءات مقابل فوزين للأهلي، تعادلوا في خمس لقاءات من مجموع 14 لقاء. أذكر بس هداف الهلال كان ويلي هامسون في الأهلي خلال سبع سنوات، هداف الأهلي كان عماد الحوسني. لأول مرة يلتقيان في شهر أوغست الهلال بالأهلي منذ 2008. فهد، الأهلي في المباراتين اللي فاتوا كان يكسب أو كسب الرهان بالصفقات اللي جابها،
سواء المحليه او الاجانب، الهلال منتشي. شوف هذه الحين اللي بنتكلم عن مؤشرات، لان مباراه مستقبليه في علم الغيب، ولكن انت تقرا الاحداث اللي حصلت. ستة وتعادل وفريق مخيف بمعنى الكلمه بامانه يعني، وانا الهلال وانا بامانه اقول السنه هذه من استطاع ان يهزم الهلال سياخذ الدوري. الشباب، الهلال، النصر، الاتحاد، الاهلي تعادل اوت يعني. اتكلم الان احنا لسه في ثالث الجوله. أوكي. درجه كامله اليوم مثلا النصر فاز، مو شغلي مستوى، اهم شيء اني انا اخذ، لاني العب على بطوله. لما تكلمت لك بالبدايه في ناس تلعب على المؤخره، في ناس تلعب على التوزيع، كل واحد اداره وفريق له هدف، هذول يلعبون على البطوله. اذا الفرق هذه الحين اخذت الدرجه الكامله، الشباب 9، النصر 9، الهلال في مباراتين اللي قدموها لما اخذوا 6، يعني درجه كامله. انت اذا تلعب طبعا بكره الاهلي يبغى يفوز طبيعي، الهلال يبغى يفوز، ولكن المؤشرات تقول كلها الهلال فريق مشكلة، فريق ما تستطيع إذا من طيب. تجي تقرأ مباراة فريق مخيف بأمانة. كان حتى العام وهو يفتقد الدوري كان يصل المرمى الخصوم ويضيع هو الهجمات. طيب. الآن وعيدها دائما أفضل فريق سعودي، أفضل فريق سعودي يهيئ هجمة الفريق الهلالي، يسجل ما يسجل هذا موضوع ثاني. طيب. ولكن تحصل له في كل مباراة أقل شيء 5 فرص أهداف، وشوف بكره المباراه. طيب اروح لمؤتمر مؤتمر مدرب فريق الهلال الروماني ريجي كان. كومو ماتش دي قطر موجود في 4 و5 كوارتر كلاير. المباراه اللي لعبناها في قطر كان عندنا 4-5 فرص اوبجيكتيف النصر في راسه كان في كم ايكيبا ما ديبارت. هدفنا كان انه نأهل الفريق ابعد وابعد. ايكيبا سنو في ناس كانوا جول. وانه فريقنا ما يستقبل ولا هدف. الماتش اللي دين ليغا انتر ادبر ما هو منتو كازي. مباريات الدوري كان عندنا فرص اكثر مضبوط. سوا وراتات فورتي مونت اوبورتونيتيز دي ماركا. ضيعنا كثير فرص انه نقدر فيها نسجل. دار في كاريزي ايكيبا كريشتي. بس كل يوم الفريق عم يتطور. شي سبير كا تشيز لوكو سي فادا مين اسا. وبتامل انه هذا الشيء يبين بكره في المباراه. Sunt de acord că mâine seară vom întâlni una dintre echipele bune din Arabia Saudită. Ana ba'rif inna bukra rah nuwajih khasm min aham al-firaq al-saudiyya. Jucători buni, la'iba kwayse, foarte bine pregătit, hadarin kteer mnih. De aceea noi suntem pregătiți ca mâine seară să câștigăm meciul. Mishan hadha al-shay nahna muhaddarin la bukra an naqdar nfuz bil mubara. ياسر este un jucător foarte important pentru noi. ياسر لاعب كثير مهم بالنسبة لنا. Pentru mine el este capitanul echipei. بالنسبة لي هو قائد الفريق. Este jucătorul care mă ajută foarte mult în cabină. هو اللاعب اللي يساعدني كثير في غرف الملابس. بصراحة أنا ما بعرف أي لاعب رايحين من المنتخب. Dar știu că în scurt timp. بس أنا بعرف إنه بوقت قصير. Echipa noastră va da cel puțin 10 jucători pentru echipa națională. فريقنا راح يعطي على القليلة 10 لعيبة كرمال المنتخب. Pentru că suntem cea mai bună echipă. لأنه نحن أفضل فريق. Jucătorii sunt foarte bine pregătiți. اللاعبين كثير محضرين. Și cu siguranță vor ajuta echipa națională. بالتأكيد راح يساعدوا المنتخب. Nu pot discuta cu jucătorii despre opțiunea lor de a merge sau a nu merge la echipa națională. مش راح نتحدث مع اللعيبة إنه إذا راح يروح على المنتخب أو ما راح يروح على المنتخب. Eu sunt mândru. أنا بفتخر. Să am cât mai mulți jucători care merg la echipa națională. يكون عندي أكثر لعيبة من أقدر أجيهم للمنتخب. Dar în același timp trebuie să știi. În نفس الوقت لازم تعرف. Că noi avem meci pe 12 în campionat. معنا مباراة تاريخ 12. Și pe 16 jucăm în Champions League. 16 نلعب بطولة آسيا. Jucătorii care merg la echipa națională. اللعيبة راح يروحوا يلي راح يروحوا على المنتخب. سنتورك في داتا ده 10. راح يرجعوا بتاريخ 10. Deci va fi o perioadă foarte grea pentru noi. راح تكون فترة زمنية صعبة بالنسبة لي. Sper să existe o conlucrare foarte bună între conducătorii noștri și conducătorii echipei naționale. تأمل إنه الإدارة تبعنا وإدارة الفريق المنتخب يبقوا على تواصل. Pentru că este foarte important pentru fotbalul din Saudi Arabia. لأنه كثير مهم بالنسبة للكرة في المملكة. Ca echipa noastră să ajungă în finala Asiei. إنه فريقنا يوصل للنهائي من بطولة آسيا. Restul problemelor pe mine nu mă privesc, sunt antrenor echipei. بقية المشاكل ما بتخصني أنا مدرب فريق الهلال.
هي ماتش امبورطان بيدرنو سنتي مو كونسنتراتس هم هيدا هي مباراه كثير صعبه مهمه بالنسبه لنا نحن مركزين كثير على هذه المباراه برنسن كونتينو سيريا بونا كامبيونات حابين نكمل بس بالفوز فوز كيت ماي كيت ماي بين كامبيونات عشان ليغا كامبيونات كان لازم كمانش كمان تقدر تتاقلم مع اللعيبه ومع الفريق إن شاء الله شوي شوي رح يكون أحسن وطاقتكم رح يكون أفضل وأفضل ومستواي رح يكون أعلى وأعلى. شكرا لزميلنا احمد ابو مسمار. زميلنا في المقابل نايف مشهور رصد توقعات جمهور الاهلي حول هذه المباراه. ان شاء الله لقاء ايجابي باذن الله، خصوصا مع ضياع النقطتين اللي فاتت قدام النجران. اتوقع انه الاهلي راح يعوض في الخمس جولات، اتوقع انه من بين الهلال والشباب اكيد الاهلي راح يفوز. قادر الاهلي يحسم المواجهه؟ اكيد باذن الله، يوم طلعنا اديناهم خمسه فرضا يعني مو نقاط القوه الموجوده يوم الاحد في الاهلي. اتوقع انه ان شاء الله حتكون في مقهوي السومه تيسير منصور حربي من الجهه اليسار، وان شاء الله في اوراق رابحه كثير. اول شيء اوجه تحيه للجمهور الاهلاوي، ولازم احنا نعازر الفريق، وطبعا المباراه حتكون صعبه جدا لانه قدام فريق كبير هو فريق الهلال. انا اتمنى من المدرب اللي هو يختار عناصر عند ثقته فيهم ويكون يعطيهم وقتهم في الملعب اكثر، احسن ما يغير لاعب في كل مباراه. قادر الاهلي على حسم المواجهه؟ ان شاء الله باذن الله، ليش لا؟ احنا قدها وقدود، والعناصر اللي عندنا تكفي وتوفي باذن الله، وعندنا لعيبه من ممتازين جدا، وان شاء الله يجيبوا الفارق باذن الله. في المقابل وائل القحطاني رصد توقعات جمهور الهلال. ان شاء الله انه يدخل مباراه بكره او بعد بكره ان شاء الله بتركيز عالي جدا، وينسى ابطال اسيا ويخليها على جنب، يفتح ملف الدوري ويركز في المباراه تركيز تام ويبعد عن اجواء اسيا تماما. والله يوفقهم ان شاء الله. 3-1 الهلال باذن الله. والله من بعد المباراه الاسيويه نشوف المواجهه سهله ان شاء الله. الهلال مباراه الاهلي ما هو صعب عليكم؟ الاهلي لا والله مو بصعب يعني، بعد الاسيويه والجمهور وهذا مو صعب عليه. كم تنتهي مباراه الهلال والاهلي؟ 3-1 الهلال. عجبني الهلال. عجبك؟ ايه. طيب مباراة الهلال والأهلي بكرة من يفوز؟ 3-0. كبير على الأهلي ترى. الهلال أكبر. طيب من يجيب الأهداف؟ ناصر 2 و1 ياسر. كبطولة الدوري وبطولة الأسيوية لازم يكون عندك تركيز عالي جدا. بطولة الأهلي دائما الهلال يبدأ في الدور الأول. أغلب السنوات الماضية كانت أقل نتيجة كانت 3-0 أو فارق 3 دائما. واحنا متفائلين ان شاء الله بالفريق، رغم انا ما سمعنا ان في غياب تياغو نيفيز. هلالي؟ ايه ان شاء الله. ايه من اول ولا ابوك اللي قال لك تشجع الهلال؟ لا من اول. طيب بكره مباراه الهلال والاهلي كم تتوقع؟ 2-0. الله يوفق الهلال ان شاء الله بكره. وتكون معنوياتهم مرتفعه بعد الفوز بعد التاهل الاسيوي، وان شاء الله يفوزون ان شاء الله. صعبة مباراة بكرة؟ والله صعبة، أتمنى الجمهور يحضر إن شاء الله. دعم يعني؟ كدعم للفريق أكيد، هم رقم واحد بالملعب. كيف تتوقع تنتهي؟ والله إن شاء الله 3-0. اللي يجيبها؟ إن شاء الله نفز. لا سلمان. شكله صايرة تحب سلمان بعد التاهل. أكيد. خرج. بإذن الله راح يبدأ الهلال، وبما أنه عنده فاز مع السد راح يكون عنده قوة باور. تكون دافع معنوي باذن الله. انتم كجمهور طيب ايش تطالبون من اللعيبه؟ تركيز على اسيويه او تركيز على اسيويه بعدين نفكر بالدوري باذن الله. العين هو صعب؟ صعب بس الهلال افضل. شوف ان الهلال في هالموسم اختلف يعني كانتشار كتنظيم كتكتيك؟ تكتيكي الى الان جدا رائع. طيب مباراه الهلال الاهلي نرجع لها، كم تتوقع تنتهي؟ ان شاء الله 3-1. عبد العزيز خلينا نرجع لمؤتمر مدرب فريق الهلال. هو ابرز ما تحدث في المؤتمر عن تمنى من اداره الهلال ان تصل الى حل مع اداره المنتخب في صيغه توافقيه لاعفاء لعيبه المنتخب. طبعا المنطقي هل يجب ان يصل؟ شوف طبعا المنطقي اكيد ان من صالح المدرب انه اللاعبين يكون معاه، وبرضه من حق اداره نادي الهلال انها تطالب ان اللاعبين معاه. يعني انا مثلا قريت في الصحف وش اليوم حق الاتحاد؟ طيب طبعا انا بقول لك انا مثلا قريت في الصحف ان النظام يقول انه اطلب اللاعبين قبل 10 ايام،
قبل 10 ايام على فكره هذه فيها تضليل، لان هذا طلب من اتحاد لاتحاد اخر مو بنفس الاتحاد الاهلي، فلذلك هذا اصلا نظام ما ينفع. المدرب لوبيز برضو صرح وقال انا احتاج لاعبين الهلال. انا اتكلم عن المندوب او عن ايام الجدوله، وين كانت اداره نادي الهلال او مندوب نادي الهلال ايام ايام طيب. ايام المسابقات، هذا برضه مهم جدا. لذلك اذا حصل راح يكون حل ودي يعني زي ما يقولون اي نعم بالتلفونات يعني. طيب اذهب الى استعدادات نادي الشعلة لمباراه الغد امام الاتحاد. فهد المالكي حضر تدريبات الشعلة. ان شاء الله احنا بدايه الموسم يعني ناويين وعاقدين العزم ان شاء الله نطلع بصوره مشرفه يعني تليق باسم النادي وباسم الناس اللي قايمه على النادي وتشتغل على هالنادي الكبير وجماهيره. الحمد لله يعني الاستعدادات قائمه على اكمل وجه. انت عارف زي بعد مباراتنا مع الخليج بعد ما واجهتنا ظروف صعبه في المباراه وطلعنا الحمد لله بنقطه نعتبرها شيء جيد يعني بناء على ظروف المباراه. فالان قدامنا مباراه ضد فريق بطل هو نادي الاتحاد، فريق كبير وان شاء الله محترمين ونسوي التكتيك ان شاء الله اللي يخلينا نظفر بالنتيجه ايجابيه باذن الله. هذه الثقة جت من محبين وأعضاء شرف نادي الشعلة، والله يعيننا على غث الرياضة، الله يعيننا عليها. بس والله استعدادنا زي استعداد أي مباراة يعني في الدوري، وإن شاء الله نكون إن بداية الانطلاقة إن شاء الله الحقيقية لنادي الشعلة تكون انطلاقة من بداية مباراة الاتحاد يوم الأحد القادم إن شاء الله، ونرفع اسم المحافظة وفخر الخرج يكون إن شاء الله خير سفير للكرة الخرجوية إن شاء الله. حسن طير انتهى عقده فتمت المفاوضة معه، لكن كانت مبالغ يعني لا يستطيع النادي تحملها، فاللي جاب حسن الطير يجيب إن شاء الله أفضل منه. والبداية كانت موفقة إن شاء الله، تعتبر جيدة جدا للعيبة الأجانب الجدد، لكن لا نعطيهم إن شاء الله بعد مباراتين أو ثلاثة أو أربع ممكن نحكم عليهم، لكن صاحب تحكم على اللاعب الأجنبي، تغير الطقس الأجواء تغير المناخ وتغير البيئة اللي فيها، فإن شاء الله بعد الأربع أو خمس جولات إن شاء الله حيبان إن شاء الله. أكيد شوف يعني إحنا طول الأسبوع صراحة اشتغلنا كثير وركزنا كثير على هذه المباراة، يعني بتعرف خسارة مع الهلال تعادل مع الخليج إن شاء الله إنه يكون هذا في تصاعد، يعني بدلش يعني خسارة بعدين تعادل إن شاء الله تكون فوز. إحنا بالعكس يعني حاطين ثلاث نقاط في بالنا وإن شاء الله اشتغلنا كثير يعني هذا الأسبوع، حابين إن شاء الله بالثلاث نقاط. أولا يعني من نحكي أول شيء الاتحاد هارد لك يعني، وهو فريق كبير الاتحاد يعني اكيد، بس انه ما بدي اقول لك احنا بدنا نستغل انه الاتحاد خسر احنا بدنا نستغل، لا احنا حاطين المباراه ثلاث نقاط بان سواء الاتحاد فاز او خسر، لكن الظروف المر فيها بصراحه فريق الاتحاد حاليا لا يحسد عليها وان شاء الله تكون لصالحنا ان شاء الله. انتهى وقت برنامج الملعب، شكرا لك نجم الكره السعوديه السابق فهد الكلثم. شكرا كل امانه والله سعدت هذا المساء كنت معكم والله. شكرا لك طول عمرك. الاعلام الرياضي عبد العزيز شوي شكرا لك. شكرا جزيلا لك وللاخوه المشاهدين. لكم تحيه طاقم البرنامج، نلقاكم غدا ان شاء الله في امان الله. فهد 11